أن تزور مخيماً للاجئين السوريين هذه الأيام يعني أن تصدف مئات الحكايا المعلقة على حبل المجهول. في مخيم 047 بقرية بر الياس البقاعية يفتش محمد عن باب للرزق بعد خسارة عمله كسائق باص لإحدى المدارس بفعل كورونا والأزمة الاقتصادية، لكن فرص العمل باتت حكاية من الماضي، وكذلك مساعدات مفوضية اللاجئين التي توقفت عنه منذ 5 سنوات. بقول لي مرة بقول لي ما في تمويل يكفي، في حدا أبدا منك؟ يعني شو حدا أبدا مني مثلا؟ يعني أولادي ما بيأكلوا، ما عندي مصاريف، ما عندي كذا، يعني هدلوكي يعني أبدا؟ شلون أنتوا بتقولوا غير مخول؟ وعم يجي يعني ما بنسمع إلا كلمة بالمليارات عم يتقدم للاجئين السوريين، هالمليارات وينهم؟ طيب وينهم؟ من أصل 60 عائلة في هذا المخيم تتلقى 20 عائلة فقط مساعدات مالية من مفوضية اللاجئين لا تتجاوز حصة الفرد الواحد منها 70,000 ليرة لبنانية، لا تكفي لتأمين القوت اليومي في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار السلع. والناس يعني اليوم أحياناً إذا بيجيها ربطة خبز بتلاقيها من قدر الله، بس حتى الجمعيات كمان وضع الجمعيات ما ضل مساعدات لا من الجمعيات ولا من الأمم، يعني العالم 3/4 الناس أو نص العالم مفصولة من الأمم، واللي ما عنده أمم لسه وضعه أسوأ من اللي عنده أمم. يعني اللي عنده أمم حتى لو شيء بسيط يعني مفعليه الغذائية وكذا ما بتكفي للعيلة اليوم، وعندهم أجار خيام. هنا مخيم الرحمة، لكن لا رحمة تقطر على رؤوس ساكنيها. هذه الغرفة لم ترى نور الكهرباء منذ أسابيع، يقطن فيها 9 أفراد بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. برجع سوريا، برجع وبعيش فيها. أنا هلا يفتحوا الطريق بروح، هلا اليوم يفتحوا بس يكون معي إيجار الطريق، هي أهم إشي إيجار الطريق. هون هنيك موتة واحدة بموتة الواحد، هون 100 موتة، يعني إذا بشوف يا المناصر هاي شو بدك تساوي؟ لا أمل ليتكئ عليه اللاجئون السوريون، فهم منسيون وسط الأزمة في بلد تتدحرج فيه كرة العوز لتصيب غالبية ساكنيه. وكأن البؤس المترامي هنا لم يكن يكفيه الشتات واللجوء، أهل هذه الخيام يكتوون بنار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي لم تترك بقعة إلا وخلفت فيها ضحايا. ليال خروبي اليوم من قرية بر الياس شرق لبنان.